عرفت دلوقتي ان رئيس الوزراء الفريق احمد شفيق قبل في مقابلة تلفزيونية على قناة الحياة استقالة وزير الاعلام انس الفقي. دي حاجة لسه جاي دلوقتي. وبالنسبة لمن سيكون وزير الاعلام المقبل او من سيكون وزير الثقافة المقبل، لان الدكتور جابر عصفور زي ما احنا عارفين الحقيقة كان قدم استقالته من حوالي 3 ايام لو انا مش غلطان. مين هيكون وزير اعلام؟ مين هيكون وزير ثقافة؟ احمد شفيق رئيس الوزراء قال ان ده هيتحدد فورا، يعني ايجاد البديل او ايجاد وزير الاعلام الجديد. معايا دلوقتي مرة تانية بنرجع على الهاتف مباشرة الاستاذ انس الفقي، وهو يعني نقول وزير الاعلام السابق اللي قبلت استقالته من قبل رئيس الوزراء احمد شفيق. نعرف رد فعله على هذا. استاذ انس مساء الخير، معرفش وصلتك هذه المعلومه ولا لا، انما ايه تعقيبك؟ تعقيبي زي ما قلت لك، انا اديت دوري في الوقت اللي كان مطلوب مني ان انا ادي فيه دور معين، وانا سعيد بان انهيت خدمتي في وقت صعب جدا وفي فتره حرجه جدا، وان الظرف الطارئ اللي مرينا به في الايام الماضيه كان بيتطلب وجودي، وتواجدت لاخر لحظه وقمت بدوري. وانا زي ما بقول لك انا فعلا سعيد باللي انا حققته. ودايما احنا كلنا لما بنشتغل في العمل العام بعد فتره بيتحدد وبيحكم الناس بما لنا وما علينا. تمام استاذ انس. النهارده على فكره انا كنت عايز اقول لك تعليق تاني، انا سعيد قوي بالمداخله اللي حصلت من الزميل من جريده الشروق. انا ما كنتش اعرف البلاغ الموجه ضدي، فعرفت من اللي هو قاله ان هو مبلغ في بلاغ من مصطفى بكري ضدي ان انا عندي بيت في مارينا وان انا عندي بيت في مصر الجديده، وان اتحاد اذاعه والتلفزيون حقق خسائر هائله في عجز موازنته واهلي وبتاع. الحقيقه انا كنت مبسوط جدا وانا بسمع الكلام ده، لان البيت اللي انا بمتلكه في مارينا بمتلكه من قبل ما ادخل الوزير، والبيت اللي انا عايش فيه في مصر الجديده عايش فيه بقالي 11 سنه، وما اعتقدش ان انا ثروتي تضخمت. وزي ما قلت لك انا قدمت اقرار ذمه ماليه واقرار ثروه وانا داخل، وبيحصل تحديث امام الجهات المعنيه بصفه مستمره، وهكون سعيد جدا ان انا اضع كل ما امتلكه وكل المستندات الداله عليه اللي بتثبت ثروتي الحقيقيه يوم ما دخلت الوزاره وانا خارج منها امام النائب العام. تمام. بقى عجز الموازنه في اتحاد اذاعه التلفزيون، فكل الجهات المعنيه بالدوله تعرف سبب هذا العجز، وتعرف الاسلوب اللي تم بيه التعامل مع جهاز الاذاعه والتلفزيون على ان هو جهاز اقتصادي وهو في الواقع الامر جهاز خدمي، وان ما يحصل عليه من موازنه العامه للدوله اقل من اجور العاملين بحوالي 60%، وان اقتصاديات هذا الجهاز تتطلب اعاده نظر. تمام. واعتقد ان هي هتبقى تحدي كبير جدا امام الوزير القادم باذن الله، واتمنى ان هو يحقق فيه ما لم يحققه. استاذ انس في نقطه بس مهمه جدا عايز اعرف شعورك ايه، او رد فعلك ايه على الاعتذار اللي قدمه الجماعه اللي بيشتغلوا في التلفزيون للراي العام. قالوا لهم يا جماعه اعذرونا ان احنا يعني خاطبناكم بشكل غير مهني وما الى ذلك، احنا كان مضغوط علينا. نعم ده شيء كويس، اصل خلي بالك المعالجه الاعلاميه تحتمل اكثر من وجهه نظر وتحتمل اكثر من توجه، ان النهارده يكون وكانهم بيبرأوا نفسهم من تهمه ضعف الاعلام وتبعيه الاعلام وتضليل الاعلام. انا اكيد انا متاكد انك شفت الموضوع ده وكان ليك تعليق عليه، متاكد يعني. بص يا معتز، انا هكون سعيد جدا في الفتره القادمه ان اجلس في مقاعد المتفرجين واشهد واشاهد ما سيشهده الاعلام. احنا في مرحله حرجه جدا، وانا اول واحد طالب بتحرير قطاع الاعلام في مصر، واول واحد طالب بان يكون في جهاز منظم لعمل الاعلام، واول واحد طلب ان هيمنه الدوله على قطاع الاعلام تخف وتقل ونحرر هذا القطاع، ولكن كان في اولويات اخرى في التشريعات حاله دون حدوث ذلك. بس حضرتك استاذ انس ولكنه لم يحدث. تمام استاذ انس، حضرتك يعني ترد ازاي على من يقول ان الوزاره السابقه دي والنظام السياسي ادى الى تردي وترهل رهيب
في قطاع الإعلام وخلى الإعلام المصري يتراجع لدرجات رهيبة في على مستوى الإقليمي والعربي، وخلى يعني شكلنا وحش في الآخر أمام العالم. هل احنا شكلنا وحش أمام العالم العربي؟ لا، قناة المحور النهاردة مش أقوى مما كانت عليه؟ هل شبكة دريم مش أقوى مما كانت بس دي عليه؟ قنوات خاصة صح؟ قنوات النيل، هل قنوات القنوات الخاصة هي الدولة اللي سمحت بيها؟ هل قنوات الحياة النهاردة مش موجودة؟ المشاهد المصري النهاردة محاصر بإعلام مصري، سواء وأنا قلت الإعلام المصري لا يقتصر على إعلام الدولة، الإعلام المصري لورا في دين لا ينبغي أن يتعدى مساحة الإعلام الحكومي مساحة الخدمة العامة، وتعلم جيدا أن ده السبب أن احنا أنشأنا شبكة قنوات النيل، وشبكة قنوات النيل اتحط لها مشروع للتحول لشركة مساهمة مصرية، وتعلم تماما احنا كنا بندعم القطاع الخاص بشكل كبير جدا، وان عدد القنوات المصريه الخاصه تضاعف 5 مرات في 6 سنوات، وان حجم سوق الاعلام زاد 40% في 6 سنوات، وان حجم صناعه الدراما اللي كانوا الناس بيلمون عليها وصل لارقام غير مسبوقه. بس النتيجه والمحصله في الاخر استاذ انس الفقي ان الناس بلاش نكون يعني بلاش ندفن راسنا في الرمله زي النعامه، الناس بقت تتفرج على الجزيرة والعربية. اديني فلوس الجزيرة وانا خليك تتفرج على قناة اقوى منها. الجزيرة يعني دولة يعني المسألة مسألة تمويل من وجهة نظرك؟ طبعا. طب وال 11 مليار اللي بيتكلموا عليهم دول، ما هم الناس تقول لك ما هم كان في فلوس كتير، مصر ما كانتش دولة فقيرة. دولة تراكمات مديونية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ ان تحول الى اتحاد، الى هيئه اقتصاديه بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل الله يرحمه. التراكمات دي موجوده عبر سنين، احنا عندنا عجز موازنه سنوي 1.6 مليار. سوق الاعلان المصري 1.2 مليار. لو اتحاد الاذاعه والتلفزيون خدهم كلهم مش هيقدر يرفع اجور الناس بتاعته. دي معادله اقتصاديه صعبه جدا ومعضله وموجوده. تمام. والارقام موجوده وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات موجوده والموازنه العامه للدوله موجوده، فده موضوع شائك جدا ما فيهوش اهدار، ولكن فيه هيكله خاطئه تمت منذ عقود ماضيه ولم يتم التعامل معها. تمام، انا بشكرك جدا على هذه المداخله، وانا متاكد ان حضرتك هتجاوب على اسئله كثيره هيطرحها عليك الراي العام في المرحله المقبله فيما يتعلق ب الإعلام المصري ومكانته وأداؤه بشكل عام، وخاصة في خلال هذه الأيام والمرحلة التاريخية اللي مصر بتتنقل فيها إلى مشهد سياسي مختلف تماما. ضيف واحد هو الأستاذ أنس الفقي، عمل مداخلتين في أقل من 15 دقيقة في هذا البرنامج، مرة وهو وزير في حكومة أحمد شفيق وزير إعلام، والمرة الأخرى وهو مواطن مصري عادي خرج من الوزارة وقبلت استقالته.